ما شاء الله اليوم كل شيء كل مشتت ما في ضيف. ما شاء الله تبارك الله وهذه الفعاليات جدا ومع واحد ما يبغى يشغل معك كذا قاموا خذ عقوبات على علي يلا بيجي شبوبها زين ابو حسام وكذلك القرصان تمرقوا تمرقوا يعني الاولي لازم تمرقوا في العدس اسكت اسكت كيف كيف تنابر صلي على محمد شو لا تنت صلي على محمد هذه طالع البهارات المطحونة هذا وقتها عنده يستوي على البخار يضبط يستوي على مرة يجي على كيف اليوم شغلنا غير مكاننا غير وطبخ غير شغل الأولين بنرجع إلى عام 1385 و90 هجري طبعا هذا البيت الشعبي واليوم جاينا أبو نور الهواوي بورينا بدعاته يبي يطبخ لنا شغل الأولين بسوي لنا ذبيحتين مع جريشة وقرصان تابعونا أبو نور أبشر بلقاء مجهد ما شاء الله تبارك الله يا مالعب يا والله بدأت الفعاليات الله يجيكم يا ابو نورة مقطية يا ابو حزام ابعلق عليه ملاليسي ومغارفي خبر مقطية اي مقطية ما شاء الله في ربع يطبخون ومعهم واحد ما يبغى يتغدون معه كذابة قاموا فقعوا الطماط على الكفر اليوم طبخنا على الحظ ان شاء الله حاطين جنوط والشبه داخلها بسم الله ما شاء الله تبارك الله يلا بيجي شبوبها زين ابو حسام الله ما شاء الله تبارك الله وهذه الفعاليات بدت والعيال صفوا المعامير والقهوة والشاي والدلال هنا نبي انت قهوة هالحين يلا يا الربع يلا خد قهوة الرمي الرمي اللي بتغيب الشمس للحين في جوائز وفي حركات يلا مشان نبي عاد يشيل الزباد ها الريم حط لنا ذبيحتين ابو حزام شيل الريم انت قهوه هالحين يلا يا الربع يلا خد قهوه الرمي الرمي اللي بتغيب الشمس للحين في جوائز وفي حركات يلا مشان طبعا الان بدت فعاليه الرمايه والتحدي شوف الطاوله علي هذه احسن طاوله في جنوب افريقيا منا مع الباب منا يا ابو فيصل بس انك مكتبسها من افريقيا جنوب افريقيا لا من موقع اوروبي طبعا الجوائز مقدمه من الغنام العسل البري اللي رمي كفو ياخذ عسل شلون طريقه مسابقه اللي رمي كفو ياخذ عسل كفو فيه نقاط وفي تسجيل طبعا عندنا الاهداف هناك بنحسب الوقت اللي بيصيد الثلاثه باقل وقت الاهداف هناك بروح اوريك مشينا هناك نشرح طبعا طريقه مسابقه الاهداف المتحركه حركه حركه هذه ابو زايد هذه الثلاثه اللي يرميها الثلاث في اسرع وقت ها لجائزه صح اي نعم ثلاثه الفائزين بعدين يتاهل بس اصبر لا يشوف بعده وش معك يرمي ذا ترمي الطيار
هذا مش حقه. اقول الله يسلمك حق الكريمه. وشو بس انا حسب انا حسب الطبق رامي ولا تايوان؟ اصبر اصلي اصلي لا اصلي ما عليك. انت تشوف يا ابو حزام ما كنا في عرس من العروس الاولي اي والله الله من واحد الحقام يتذكر الايام الاولى والعلوم الزينه والله من واحد قام يتذكر عرسه العقود الله الله ريح الحطب وريح الدسم ولا ريح الهيل والقلبي من اللي يبطي يا ابو حزام ما يلحق على الطبخ الله يستر انا ركبت الجريشه بيض الله وجهك والله غير اسمع صوت الرمي ما شاء الله لا اله الا الله مسابقه وجوائز وعسل والله ما ناديت ولا مياه زي انت جريشه ما شاء الله ان شاء الله بطريقتي طبعا نشوفها امشي بس ولا ممنوع الفتح والله اني المفروض ممنوع لكن يلا ما يحصل هذا بالزام ما نقدر نقول شيء شوف شيء 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 نت نت صلي على محمد وهذه طال عمرك كشن الكشنه بقسمها بين الرزيزه ان شاء الله وكذلك القرصان ما شاء الله ما غير الا طبعا الرماية والمسابقة موجودة في سناب العساس ادخلوا عليه وتشوفونه أنا مع أبو نورة في هالحوف والشغل الزين والله ما أنت فوت الرماية لحقين عليها مرحبا ومس مال العافية يا الهواو يا مال العافية يا ابو نورة يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله اخوي ابو معاذ الله يسلم خالد الصعيد يا مرحبا حياكم الله يا هلا يا هلا ليل اشتاء ما ينفع الا الهبيش وش الهبيش الرز والله القرصان درا مغربها الجنطة ابو حزام هذه كنا اوروبيين البصل بهارات العدلة فلفل اللومي والدارسين وورق الغار والكزبرة صلي على محمد هذا والله تن والله يعافيك والله ما تن إلا في عروس الأولي تذكر عرس أمك لا والله ماني بذكره المكونات لا انت يا ابو نوره حطينا بصل إيه؟ وفلفل اسود إيه؟ وحطينا كزبره هيل دارسين ورق غار بحر حار وعندي سر من اسرار الطبخ هذا ما تحطه لا لا بعد حتى انت يمكن ما بتعرفها بشكلها هي لكن ما ادري ما اظنك سويتها قبل هذا وش هو بس والله اني ما ادري ها والله ها ما ادري هذا بسكوت بصمات حق البدو صحيح والله اي والله تعرفه اقد هذا طعم غير مع المرق بس ترى كمية بسيطة قدر يد بس كم يبي له خلاص والله إن شاء الله منا مطولين نبينا تقريبا 45 دقيقة من حطينا كل شيء ثم بناخذ المويه للرز والقرصان وعقب 45 دقيقة إن شاء الله بنسوي طريقة لعلها إن شاء الله تضبط معنا تحميرة على كيف كيفك بإذن الله وهذه الهدية بمعناها وليس بقيمة مقدمة من مني يا أبو هذه مقدمة مني من أخوياي اللي جوا معي الله يرضيك بك بك يا فواز فواز سلام خلي أبو زايد يفك عنك عطي 60 عطي سكين قطع كبدة مشعل 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 مع مشعل
تسجل. أم انتانها قواطي وعلب وشيء قديم فهو بستانه. إيه هو هذه هذا. إيه هو يحب القواطي. هذا والله حسوبة لأن ادعش الله 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 اصبر اصبر ايش هذا تفتحه تشم ريحة جريش وقرصة حتى لونه فاضي قابلك الله يا ابو نوره ما يشيل وتحط فيه ذا اصبر 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 جيبه قدام الكاميرا جيبه قدام الكاميرا طيب سؤال انت كنت تسمع ام كلثوم ولا دعت القران؟ لا ان شاء الله يسمع دعت القران. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم عسر جاهز على كيف كيف ان شاء الله تنابر صلي على محمد. ناخذ الحبحر من بتاركينا الله هذه الكشنة وزعها طبعا الكشنة انا احطها نص استواء زين ثم ارش عليها بهارات بهار البهارات المطحونة هذا وقتها عندي بس الحين بس بس غيره ما في وصلي على محمد هذه وش هي يا بنور تمرقوا تمرقوا يعني الاولي لازم تمرقوا في العرس لازم رفق علينا الله يجزاك مطحون زعفران مطحون مع ملح تمام رشينها على الذبايح الحين بركب الغطاء بعد تركيب الغطاء بحط عليه جمر وكذلك بنشب فوق نخليه يتحمر نبي نشيل الجمر من تحت ويحمره من فوق بدون فرن بدون فرن بدون شيء هذا فرنك فرن بسم الله طبعا الفائدة من هذا يحمره مثل فوق اللي شوف فوق تقول ابو نوره يحمره ويقمر طبعا زبيب والزركش يضبط ويستوي على البخار يضبط يستوي على مرة يجي على كيفك عقب ما حمرنا الحيمة شوفوا الزعفران والضو شوفوا النور ما شاء الله صلي على محمد فرنك هو قدرك إيه والله فرنك هو ما شاء الله هذا الجريش أبو حزام ما شاء الله تبارك الله إيش تسوي ذا الحين تنابر صلي على محمد ما شاء الله تبارك الرحمن صلي على محمد هذا الزبيب ما شاء الله تبارك الله مليان موي على كيف كيف الحين بيقولون مصابعي متساويه لا والله كذا شافني واحد قال كل مصابعك كلها سواء هذا فرنك قدرك قدرك فرنك انا والله يا ابو حزام اليوم غادي كني الهلال مع اوراوا احتك الحكم يصفر عدل خلوني انتب يا الله افرشوا يا جماعه وش فيكم اخلصوا بلاش توبه طبعا يا ابو حزام
هذه قرصان. انا من العجله ما ناديتك حتى. شوف شلون على كيف كيف. الحين بضبط لكم اطلق مثل تاريخيه بسميها الفاخره. هذا شغل لوين صدق والله. على كيفك. بسم الله. تعال شوف النثريه. حنطلع الحباحر عشان ما تحرق العيال. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد. على كيف كيفكم. الله يعافيك. أهم شيء ذا. لا خلا ولا عدم. لا الشتاء يبي دفا. لا تسلم. هنا كذا جريش، ثم اللي بعده قرصان، ثم نبلحها بالرزيزة والكشنة ونحط عليهم فاضي. شو اسمها؟ رزيزة. هذه بسميها الفاخرة. كيف كيف كيف؟ الفاخرة. هذا جريشنا، هذا قريصاتنا، وهذا الرز. الحين الترتيب اللي انت فيه هذا. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله. اللهم صل على محمد. إيه؟ يلقاها نلقاها ان شاء الله. بس حطها رزيزه. العافيه العافيه. يعني عشان كذا الخضره عدالها. الخضره قطع اكبر مو بعدلها قطع اكبر. الحين جذور الكشنة. بسم الله صوروا فيهم. انزلوا 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 انزلوا. يلا ابو جازي يا مال العافيه. ما شاء الله تبارك الله. سمو والله حياكم على عشاكم. مرحبا والله مساء. الله يغنيك ويكثر خيرك بيض وجهك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا قالوا لك الربع في الخلوه يعني تحت هنا الجريش والخير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. مساكم الله بالخير يا الربع. هذه من ابرك الحزات اللي راح جمعه من جهه طيبه. طبعا هذول فما الله يا ابو نوره. الله يكرم الله يحفظك. الله يستر عليك يا قاك بيض وجهك. بسم الله. الحين بنسوي مثل هالشبال اللي بنطفي اللمبات. بسم الله بنسوي مثل الشبال الاولي بنطفي اللمبات. وهذا فراشي وهذا غرفة نومنا. تصبحون على خير. لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله كل الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد إمتى. صبحكم الله بالخير يا الربع. السلام عليكم. صبحكم الله بالخير يا الربع. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور. عسى جاهز القهوة والشاي والغالي.
نفس الباب هذا مقاس مترين يتواصل على الرقم هذا واتساب. الله يبيض وجهكم ويجزاكم خير. بيلي واحد زي هذا تكفون اللي خابر يعطيني خبر. صبحك الله بالخير يا معزبنا. صباح النور. كيف اصبحت عزيز. ما شاء الله تبارك يا والله ما شاء الله على ابو زايد متوصم بك. الله يجزاك. قال خلوه يصفر ويشبع نوم بعدين يصير جفونك انا جفون ضب. ورني ورني ناظر قلوب. مرحبا. هلا هلا ما شاء الله. وقف وقف. الستايل كله قديم ما شاء الله تبارك الرحمن. الشماغ والخبز حتى قديم ولا جديد؟ لا الخبز قديم. ما تسن عليه هوا تبي لك الرايه؟ ما عليه هي في شلوطه. شلوطه تزود. سلام. شلوطه ما شاء الله. زايد. جنب الحطب بدون بهارات بدون شيء. وبصل. بدون شيء. مره ساده. ليه ابو زايد الاولي ما عندهم بصل؟ الا يزرعونه بعدين يخلط، الحين ما خلط. اعطني بيت. ابو منصور. بالله وش رايك بالكندوره حقت ابو زايد؟ والله كندوره عالميه ولون اماراتي بحت. اللون بس
هذه طربوشة مغير لازم يعدلها يصلحها. حاسس حسيت منظف حاسس دايم دايم عندكم كيف وصلت المعلومة دايم دايم تغط في المرق تعرف المرق دايم تغط في المرق ندسمها ندسمها ما علي بالها شوية صيانة لكن اشرح لنا بالله اللي عندك فك هذه هذه طربوشة هذا شو اسمه اللي عندك ما تنبك ابو جاي مربوطه بالشاصي خله تعور رقبتي دقيقه هذا شو اسمه هذا اللسان هذا اللسان والثاني هذا الطربوشه هذا طربوشه شوف شوف الحب ايوه ايوه الرجال من الامارات الاسم والكندوره اماراتي يشرفنا والله بس انت عندك ان هنا يختلف الزر هنا صح هو حاطه زره حقت انتم فواز فواز زر يحط زر كوس هذا كبر الواحد بخمسة ريال وحزام بس انت بعد التعصيم امس انا ما احتاج خلاص انا بروح الامارات وبفصل لي كندوره نفس هذه ما ارضى الا من الامارات غيرنا اسمك زايد الاماراتي هذا التعصيم يقول بهاء بهارات الحين ولا شوي لا شوي عشان ما تكتل ترى ما يبي لها زود ترى استوت العيون ترى فيها هو البهارات حراقة كده لا ينكب الملح كلتك طبعا بدون قلفزات بدون يعني نفس نظام الاولين يعني. ما خلاص وش الفائده يا ابو زايد من الشغله دي هذا تسخين للخبز وتشريب بالنكهه خلاص نفطر يلا بعد دبل ها طيب هذا وش فيه ذا ان شاء الله تبارك قرب قرب وراك بعدت عنه الله يقرع بيك ما شاء الله تبارك الله وش ذا الصحون القديمة يا ولد هذا الأمريكية الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله طبعا عادي الأولين هم يفطرون يقولون كذا ايوه ما هفك لازم عطني خوص اعطني برقاع ما هفك خوص وين عطنا ما عندك ما في خوص؟ اي نبغى كوا برق في بعض ما عنده هو الأولين شغل الأولين ما في كوا برق لصه قال خبز سميه يبي سحاله ويبي الحياة يعطونا سحال صار خلاص وخر انت مهبت كان افطر نبي نتقهوى الحين يلا يا الربع يلا خد قهوة الرمي بتغيب الشمس للحين في جوائز